برضو دكتور سمهري ما كنا عم بقطعكم. قطعنا عن شو؟ خلي الورقة معك وبعدين نشوف شو بدنا نعمل. اوكي دكتور. بالاذن دكتور. اهلا غادة. ما تكون مشغول او شيء دكتور. بعرف انه وقتك ضيق وتمين. ما بيغلى عليك شيء دكتور سماري. تفضل تفضل. شو الاخبار عندكم؟ تمام تمام. اشتقنا لك يا دكتور. صار لنا زمان ما قعدنا سوا. تشتاق لك العافيه دكتور سماري. مضيع شيء دكتور؟ نو نو. كيف الاحوال؟ صفا صفا. اتفاجأت من محضر جلسة الكلية والركاكي اللي اعترت الصياغة. المحضر من البداية يحفل بخطأ فادح. والله خير إن شاء الله. أنا يا ما نبهت ونبهت إلى أنه لا يجوز أن يقال تقييم الظروف، لابد من أن يقال تقويم. فهل أسمعت إن ناديت حيا؟ بيكون خطأ طباعي، رح نبه السكرتير عليه. سيادة العميد، اتسع الخرق على الراقع. بدنا نضل نكرر ونعيد الأخطاء؟ نحن محاصرين بالأخطاء، رح نختنق فيها. هذا المحضر يؤرخ لسنة تعليمية، تأريخ لا نعلم من سيرجع إليه يوما. هذه العلبة من أملاك الجامعة أو أملاك خاصة؟ كل شيء بتشوفه هون من أملاك الجامعة. على كل حال معك حق، ما بيجوز يكون في أخطاء بمحضر اجتماع مجلس كلية الأدب. حتى أنت تخطئ يا سيادة العميد. خير، احسب معي يا سيادة العميد. واحد محضر، اثنين جلسة، ثلاثة كلية، أربعة الآداب، أربع مضافات قبل المضاف إليه، أربعة وأنت عميد كلية الآداب التي تصبو إلى تعليم الطلاب كيف يكتبون بلغة سليمة. يا عمي حصل خير. الخير أن يقال المحضر الذي سجل عقب الاجتماع الذي عقده مجلس كلية الآداب. المحضر القادم ما رح يطلع بدون موافقتك اللغوية عليه. منيحك. ما أكثر الأخطاء وليس عناء تصويبها. شكرا على الوقت الثمين سيادة العميد. شكرا لك ولغيرتك دكتور سمري. بالإذن. يلزمه السباق لا أكثر. سنصبغه بعون الله دكتور سمري. سم الهيري. المحضر الذي سجل عقب الاجتماع الذي عقده المجلس. بدك تنقل قويلتك ان شاء الله. فحص المكتب شبر شبر كأنه ورطة بيو. الله يعين الطلاب إذا صار هو عميد. ما رح يصير عميد طول ما أنا موجودة. هذا النهار من أوله ملخبط. ما في شي ما بيزبط، كله بيتزبط. معقول تشتي بهالوقت؟ حلو الشتي بهالوقت، بتصير. أنا صوت الرعد بيحسسني بالأمان. شتت عن جد؟ هلأ صار بدي حط راسي على المخدة ونام. طيب فوتي نامي بكرة ونكفي. لا جاي على بالي انزل واركض تحت المطر. اي بس بدك تستعجلي لأنه الشتي بهذا الوقت بيكون غيمة عابرة ما بتطول. لكن بلا ما روح، أنا بكره الأشياء العابرة لأن هي اللي بتترك أثر وبعد فترة بتصير بتوجع. هلا
كاتي بعثت لك المقال واتس، فرغي وما بدي اخطاء طباعة. اوكي بوبو. تفضل. لك انا قديش بعطيك اخبار؟ كثير. ولا مره نشرت خبر منهم. لذيذ. ما جاوبتني. انا قديش اعطيتك مصاري؟ خير الله. في مره سالتك وين بتصرفهم؟ لا. عظيم. اهم الاخبار يا سامي يا شريكي هي الاخبار اللي ما بتنتشر. اوكي. ها سمع صاحبك عدنان شهوان. يقصف عمره يقصف عمره يقصف عمره. هلا بشوي بعدت مقالي عنه متورط بشبكه بتبيع اعضاء بشريه. عن جد؟ عن جد. شبه شبه عدنان شهوان اجى اتعشى هون مع الملحق الصحفي العربي. متأكد؟ ولو بس هذا عايش على مهاجمة العرب. الهيئة بطل بده يهاجم حدا. ايوه. وعلى شو اتفقوا؟ استاذي كيف بدي اعرف على شو اتفقوا؟ حكيوا كلمتين، كلمة من هون وكلمة من هون سمعتها. ومن هالكلمتين فهمت انه ما بقى يهاجم العرب؟ ايه. والباقي عندك؟ غيره؟ رافع وضعه ما عجبني، صاير عصبي. هذا رافع مقرن، مشان هيك انا ما اتجوزت ولا راح اتجوز. بعدين الاكل مو مالح. شو هالاكل هذا لك يا سامي؟ مو مالح. ما صايدة معك بسيط انك تعمل خدمة انسانية لانسانة؟ انا عم بعمل خدمة انسانية والحساب عندي. بعض الحالات تكون مكلفة استاذ رافع. يعني انا هذه البنت حالتها صعبة جدا وما اعرف تسوى ولا. لك ترك تحليل الحالة علي انا، انت اعمل شغلك. يعني من ناحية المبدأ هاي البنت ساكنة عفريت. لك يسكنك 60 عفريت. قلت لك هلا اترك لي هالتفاصيل، بدي هالبنت ترجع طبيعية، فيك ولا لا؟ من ناحية المبدأ أنا راح أعيد هالحالات الطبيعية. أحتاج إلى جلسة تواصل وحيوية. شو هالصو؟ جلسة التواصل بدت بقوة. وعصلنا شيها؟ لا لا لا، كل شيء تحت السيطرة. المهم شو وقت راح تجينا؟ شو المناسبة؟ يعني آخر مرة جيتني كانت أكو نقاط سود، يعني لازم أشوف خارطة كفك هسه لأنه ما مرتاح شوي. بعدي عمي هلا اهتملي بالصوت اللي عندك وخريطة إيدي من شوفها بعدين بس نفضى. قلت لك كل شيء تحت السيطرة، كل شيء تحت السيطرة. شو عم يصير عندك؟ حالة طارئة راح أتعامل وياها، كل شيء تحت السيطرة. طيب طمني. ماكو طمني بس. مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. نقط سوداء. لك يلبسك 20 60 80 70 عفريت يا رب. بعدوا عني، طلعوني من هون، بدي اروح على البيت. سمي نفسك. النار مش تعلى بيكي، خلينا طفيكي يعني. بحرقك رح يطلع بحرقك. انت ممسوسه. خلينا طفيكي. بعدوا عني. مش تعلى اطفيكي نيران. ها نحضر قصائد المؤتمر. قصائد؟ بصراحة ما عندي قصائد جديدة. تقدر تقول قصائدك القديمة. أستاذ صابر، أنت تعرف نظريتي، الناس كلها تعرف نظريتي. زمن الشعر المسموع ولا
الآن حنا في زمن الشعر المقروء، ما عاد الشعر همس وخطابة، الشعر الآن حالة، آن الأوان إن نحطم هذا التراث العفن البخري. حنا الآن في زمن التغريدة، زمن السبوت، زمن السناب شات. يعني أفهم من ذا الكلام ما تبغى تسافر؟ لا لا لا، شلون ما أبغى أسافر؟ لا بسافر، بس ليه؟ مش كل كان طيب. الشاعر اللي يبغى يشارك لازم يقول قصيدة ولا ما يروح أصلاً. لا لا، عندي دواوين منشورة. لا أكيد أكيد إن شاء الله لازم. حاول تختار شيء مفهوم، وبعد ما ترجع نبغى نسوي أمسية علشان محارب. محارب في رعاية شياطين الشعر يا أستاذ. حياك الله. أي أي، شوي شوي على كيفك، شوي شوي. مش هالمجنونة هاي، ما بقى تستقبلها. لك بابا، هذه حالة نادرة ومستعصية، لازم ما نفرط بيها. إنه أنت مفرط بعمرك يعني؟ على كيفك، شوي شوي. إيه أنا مني مفرطة بعمري. هم يخبرونا، هم يعرفون السر. شوي 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 شوي. أي 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 أي. برداني؟ ايه في لسعد برد. طيب خليني سكر الشباك. شو طيبة ريحة الأرض. حطي هالشيء. ميرسي. قديش الساعة هلا؟ عم بنسى اطلع فيها. أحسن. شوي راح دور الكاميرا. صالحك. خصمك بلا قوة ولا سند، لكن قاعدته الشعبية قوية. شو حظوظه؟ قوية جدا. حظوظك بالثلاث أشهر الجاية بهبوط. بس الانتخابات شهر الجاي. لازم تأجلها. شو دولة أمي هي؟ راح تخسر. حكي غير هالحكي. هذا اللي خبروني إياه. ما خبروك من وراء؟ امتنعوا عن الكلام. كيف يعني امتنعوا عن الكلام؟ أنا عشو عم بدفع لك مصاري؟ ما حد ياخذ منك قرش أو فلس. هاي المصاري للأعمال الخيرية، وهم ما ياخذوا ولا شيء. وأنت؟ مصاريفي بس. خلاصة، تأجل الانتخابات. أو ما تحفظ عن الكلام. سعادتك قلنا هذه الاختراعات ما تدخل. هذا صاحبنا روق شوي. سعادتك على حربي. كيفك؟ توني واصل هالحين، توني داخل. الليلة بنسوي حفلة على شرفك. اوكي. يلا بالسلامة، اتصل بك أنا، مع السلامة. الله يا ساتر. شو عبالك بوس؟ شي سكيتي وبدون أي ضجة إعلامية. والست لولا؟ شو فيها؟ بدك تحكيها ولا لا؟ لا 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 لا. لولا هالحين زي البارود، تقرب عليها انفجرت. خلا بكره اشوفها ان شاء الله. سام طال عمرك. تعجبني. شو بدك تخبرني بعد؟
كل اللي عندي قلت لك اياه، بس نصيحتي لا تخاطر بشيء ولا تنتظر الصدف. اذا عندك كارت قوي اخير العب. دخلك هذه البقعة تحت عينك ما بتوجعك؟ مثل كأنك فايت بالحيط أو الحيط فايت فيك. هاي؟ هاي نيران. آه نيران شو؟ نيران هبت بوجهي. الله يبعد عنا. سعادتك أنا ما أريد أي شيء. إذا تحب تساهم بصندوق الأعمال الخيرية ف أوكي. آه أنا كنت نسيت هذه الشغلة. هيفاء ممكن تسهل لك الموضوع. بحب كثير هيدي الشقفة، إنه هيفا بتسهل الموضوع. دخلك أنت ما بتطلع من هون؟ لا ما أطلع، أنا بحالة تواصل دائم. إذا عرضت عليك مشروع هيك ممكن يوصلك لفوق لفوق للسما. خطير أكثر من هيك؟ لا ما أريد. كثير. سعادتك أنت بحاجة أو تريد بصار يقرأ لك الأخبار بالتلفزيون، الأخبار اللي حضرتك تريد تسمعها. هذا البصار مواني. شو عرفك انه هيدي المشروع؟ على كل حال فكر فيها. وانا باكد لك انه اذا مشي الحال رح تطير لفوق لفوق للمريخ. انا مرتاح هيك. شكرا سعادتك. خليك مع ضميرك يا جاز. خلى الضمير شوي على جنب الله يخليك. خلينا من يوم اللي عينوك ملحق صحافي بسفارة لندن وانت عم تتابع جريدتي، شفت مني تقصير؟ بضميرك؟ لا خلينا الضمير على جنب. في يوم لمحت لاجتماع القنصل والسفير ومشاوير باريس وسويسرا؟ لا. في يوم اخذت منكم قرش؟ لا لا. طيب في جهة اجت لعندي وقدمت لي مليون جنيه مشان هاجم دولتكم؟ طيب طيب، هاي سمعناها كثير، ما عاد في داعي نعيدها. شو تفسيرك لهالشيء؟ مين هاي الجهة؟ نفس الجهة اللي استمعت مع عدنان شهوان وكانت تعطيه ملايين مشان يهاجم دولتكم، وانت من يومين استمعت مع عدنان شهوان واعطيته مليون جنيه استرليني. 750,000. 900,000 جنيه. 850,000 جنيه ولا جنيه زيادة. اتفقنا. مين هاي الجهة؟ يعني أعداءكم وما أكثرهم، بس أنا بضمن لك إنه ما حدا عاد يهاجم دولتكم. أنا ما كنت بدي روح، رحت لأنه بوثق فيك. إيه وشو عمل لك؟ ما عرف يطفيني. بتعرفي نيران أنت القطب الشمالي والأسكيمو ما بيطفوك. بس ليك اخذ اللي فيه النصيب. يعني ما بقى تروح لعنده؟ لك صاحبي زعل، الظاهر انه هو جماعه بصير منن اصحاب. طيب هلا انا لكن بلاقي لي حل وبحكي معه. ما بظن رح يستقبلني، هبيت بوجهه هبه، اكلها بوكس مرتب. اوش شو العمل هلا؟ انا ما بوثق الا ببصير. ما في حل، بدي ضلني مولعة. بتعرفي نيران أنا كان منى عيني يعني، بس تطفاية ما في طفيك. لا أنت لا، أنا بحبك ما بدي أذيك. لك أنت ملاكة. خلص لكن لقيلك واحد على ثقة وأنا بحكي لك معه. وأنت مين بده يطفيك؟ نيران أنا بدي ضلني مولعة مشعشعة نار. نار يا حبيبي نار. ماشي الله معك. شو بقى على الطريق انتو رايحة؟ مين هاي اللي كنت قاعد معها؟ هيدي بدك تقول يا صديقي فرن وماشي. شو الأخبار؟ الأخبار عندك. ليش طلبت تشوفني؟ شو في؟
يعني صديقي وحبيبي وطبيبي المؤتمن على اسراري وقاسم قسم ابو سقراط هذا تبعك بيشتاق لك. ما عندي شيء لك لولا اتصلت فيي وحكينا وبهدلتني وخلصت. لا شو بدك من هذا الموضوع؟ عرفت من مصادري انه حربي رجع على لندن، يعني الخبر اللي كان بفلوس اليوم ببلش. وانت مو هذا اللي بدك اياه؟ انا كل اللي بدي اياه انه تسامحني لولا. خلص هي تسامحني وانا بسامحها وهيك منكون متعادلين وحده بوحده. ايه لانه هيك حياه البشر بالنسبه لك مباراه، جول الون وجول الك. على فكره انت حتى لو سامحت لولا مثل ما بدك، فكرك انه لولا رح ترضى تسامحك؟ جيمس give me water please. ومصادرك ما قالت لك اذا التقوا او لا؟ فينا اعرف اذا بهمك الامر؟ هي المصادر تبعك يعني كيف بتجيب معلوماتها؟ يعني انا عم تعرف انت هولي شويه شباب على الموتوسيكلات هيك بيردوا موضوع وبيجوا بيجيبوا لي اخبار. شو بتحب تاخذ؟ ولا شيء. جيمس ووتر بليز. شو مستعجل على الفضيحه؟ عافية انا طلعني برات الموضوع، ما عاد دخلني بشيء. شو ما خصك؟ طيب اذا ما خصك ما تقول لي فوتبول ما فوتبول. على فكره انت مع مين الفوتبول؟ مانشستر يونايتد، برشلونه، ريال مدريد، مع مين؟ بايرن ميونخ. ها؟ ايه عرفتها، الالماني من عيونك الماني، دكتور الماني انت.